وتكون الآن النقلة إليكم أعزائي المشاهدين. عبد الرحمن سيف المذيع الداخلي هنا في الملعب وفي الاستاد، الزميل عبد الرحمن السيف سيكون معكم إن شاء الله لإجراء لقاءات ومقابلات، ونترك الميكروفون الآن للزميل المقدم الأخ عبد الرحمن السيف. وشكركم أعزائي المشاهدين. لقد زاملني مخرجنا الحقيقة حسين بومجداد، ولقد زاملني زميلي ورفيقي منذ أن انطلقت من كأس الخليج إلى هذه المباراة، هو الأخ العزيزة طلال الحيدر، الذي زاملني في مثل هذا التنسيق وهذه المتابعة، سواء كانت لإدارة المباريات أو للأسماء اللاعبين. وأنا بشكر كل من ساهم في نقل هالمرض. أشكر القناة الرياضية برئيسها الحقيقة السيد سالم كرم، والشباب العاملين في إدارة القناة الرياضية لهذا الموسم، وكلنا نأتي بملاحظات، ولكن كلنا جميعا سنكون إن شاء الله يد واحدة لموسم قادم يعود إن شاء الله عليكم بالسلامة. هذه النهاية. والميكروفون الآن أعزائي المشاهدين سيتوجه الآن لعبد الرحمن السيف الحقيقة ليكون في المباراة. و سيداتي آنساتي سادتي، يتفضل الآن صاحب السمو أمير البلاد المفدى، والتحية من رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ طلال الفهد، رئيس نادي القادسية الشيخ خالد فهد الأحمد، و كان في الصورة شكرا لشيخ المعلقين خالد الحربان على قيادته في تعليق هذه المباراة. نبارك لفريق نادي القادسية بحصوله على اللقب الخامس عشر لكأس سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، بعد فوزه على فريق نادي الجارة بثلاث أهداف مقابل لا شيء. اللي نقول حق فريق نادي الجارة، هاردك قدمته مباراة لا بأس فيها، يمكن الظروف بداية المباراة هدفين يمكن مفاجأتين، يعني أول ربع ساعة ومن ثم دقيقة 30 يمكن صعبت الأمور عليه. حمد العنزي مبروكين، اللقب الخمسة عشر لكأس الأمير قد تساوي، حققت اللقب ال15، النسخة ال51 قد تساويها. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد طيب الكثير ومبارك فيه على النتيجة هذه. نشكر رب العالمين، نشكر الجمهور هذول اللي ازرونا، نشكر دعوات اهالينا معانا، الحمد لله. يعني القادسية الأمانة قاعد يحقق إنجازات صراحة يرفع لها القبعة، يعني من تعاون جهاز إداري وجهاز فني ولاعبين، الحمد لله الإنجازات هذه ما جت من هدر على قولتهم. نقول حق فريق الجهرة هارد لك،
وما عليه ان شاء الله الخير ان شاء الله بالمباراه القادمه ان شاء الله، وبارك حق الجمهور العزيز واقول لهم ان شاء الله كل خير ان شاء الله. الف مبروك حمد، يعطيك العافيه. والله يا بختي مباراه القادسيه والعرب مرتين والحين ثلاث مرات، يا بختي والله. مبروك يا ابو رواف، نقول لك مبروك. اللقب الخامس عشر قدرت نكتيبه، تعادلت حاليا في الاحصائيه مع فريق النادي العربي، والجماهير قاعده تنادي بالزعيم القدساوي حاليا. ابارك لكم، مشكورين يا تلفزيون الكويت على التغطيه، مشكورين منكم هناك في الاستديو، ابارك للجماهير القدساويه، ابارك ايضا للجمهور الشعب الكويتي عامه يعني حقيقه بهذا الكاس الغالي علينا. الفريق حقيقه تدرج يعني ولعب وادى وتعبنا من خلال مشوارنا الاخير هذا. لله الحمد وفقنا عن جداره نحصل على كاس صاحب سمو امير بلال حفظه الله، ولا هدف علينا، اميز مدافع، اميز حراس، اميز هجوم، اميز يعني، بالتالي تفوقنا في كل شيء. ايضا اشتغلنا داخل الملعب، اللاعبين ثقال، انتهت المباراه تقريبا من اول نص ساعه، يعني انا مع احترامي الشديد لفريق الجهره انما بانت شكلها من اول نص ساعه انتهت المباراه. ايضا يعني الجهره بدلوا تبديلات اضطراريه، بدلوا في اول وقت بس بدلوا ثلاث تغييرات، هذه كل الامور هذه تعود الى مباراه النهائيه. احنا استفدنا من هالمباراه، استفدنا ايضا من تغييراتنا، لله الحمد ووفقنا. الف مبروك يا ابو نواف، يعطيك العافيه، نقول لك جود لك، يعطيك العافيه. في هذه اللحظات اعزائي المشاهدين انضم معي رئيس مجلس اداره فريق او نادي القادسيه عفوا الشيخ خالد الفهد. عسى الله عسى الله يديم المحبه ان شاء الله. نقول لك الف مبروك شيخ خالد، اللقب ال15 لكاس الامير حققته، طفت العرب الحين بكاس ولي العهد، تعادلت معه في كاس الامير، لكن طايفك العرب الحين في بطوله واحده وهي بطوله الدوري، هذا الانجاز شنو يعني لك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم وصلنا الملعب كفريق نادي القادسيه، ونادي القادسيه المكافاه الكبيره لنا حضور سيدي حضره صاحب السمو امير البلاد، هذه اكبر مكافاه. ولكن اليوم الابطال ما احبوا الا ان يرفعون الكاس من يد حضره سيدي صاحب السمو، والحمد لله ادوا بالمباريات واستحوذوا على المباريات وسيطروا على اللعب وفازوا الكاس ال15 اليوم بكأس الأمير، وإن شاء الله متصدرين في كأس سمو ولي العهد، وإن شاء الله الدوري جاي له السنة الجاية. كنت متفائل شيخ أمام الجهرة اليوم الصراحة؟ عندي أبطال ما يحبون إلا الفوز، ابتسم في انت قدساوي. يعطيك العافية، كل الشكر أيضا لرئيس مجلس إدارة نادي القادسية الشيخ خالد الفهد على إبدائه تصريحه بعد هذا الفوز. اعتقد يعني هذه يمكن رساله مبسطه نقدر نقول يعني ظهر فيها يمكن رئيس مجلس الاداره، ومن ثم ظهر يعني الكابتن محمد ابراهيم وايضا حمد العنزي. يعني اكيد راح تكون يعني لحظات بعد قليل راح يتوج الفرق الفائزه لكاس سيدي حضره صاحب السمو. راح ارجع مع ابو يوسف شيخ المعلقين خالد الحرمان للتعليق على الاجواء الحاليه في تسليم الميداليات وتكريم الحكام. ابو يوسف لك الميكروفون. الان تنتقل وإياكم في استاد نادي الكويت مراسم ختام كأس سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. ولقد كان الحدث الحقيقة حدث كبير، تغلب فيه القادسية على الجهراء، والجهراء استطاع أن يقدم مباراة كبيرة. وهارتك وطاقم الحكام للتحية على سيدي صاحب السمو وسمو ولي العهد. وهناك طبعا سيكون مراسم تسليم الكأس الأميرية إلى الفريق الفائز وهو فريق نادي القادسية. أعزائي المشاهدين، رئيس نادي الجهراء إلهام الشمري يقدم هدية إلى سيدي صاحب السمو. هارد لك، أديت ووفيت يا نادي الجهراء ومجلس إدارة نادي الجهراء. يقدمون التهاني إلى سيدي صاحب السمو وهو الفريق الحائز على المركز الثاني في مسابقة كأس سيدي حضرة صاحب السمو. وهنا سيأتي الفريق الفائز في هذه المباراة. إذن
نقول حظ أوفر إن شاء الله في فرصة قادمة. والجهراء قدم مستوى كبير ووصل في مستوى كبير إلى المباراة النهائية. والآن سيأتي دور لاعبي فريق نادي الجهراء للتحية على ما قدموه بالفعل خلال هذه البطولة. أديتوا وفيتوا، والمباريات النهائية هي بالفعل مع فريق كبير عريق، وفريق القادسية استطاع أن يحصل على كأس حضرة صاحب السمو. هذا هو طبعا سيلفا المدرب فريق الجهراء، وهذه هي طبعا التحية الآن وجانب من لاعبي فريق نادي الجهراء. التحية موصولة إلى سيدي حضرة صاحب السمو، هارد لك هارد لك، وإن شاء الله حظ أوفر إن شاء الله في مناسبات قادمة. ولكن هذه كرة القدم، وهذه حال كرة القدم، يوم لك ويوم عليك. ولكن أعتقد نادي الجهراء أديتوا ووفيتوا ووصلتوا إلى عملاق الأندية الكبيرة بهذا المركز الطيب. شكرا لك يا صاحب السمو، شكرا لك يا سمو ولي العهد، شكرا لكم يا حكومة الرشيدة، شكرا لكم أعزائي المشاهدين. هذا التواجد وهذا التواصل، هذه هي الكويت، وهذا هو بلد الكويت، وهذا هو شباب الكويت، وهذا هو أميرنا الغالي صباح أمير دولة الكويت، الذي بالفعل استطاع أن يكون موجودا بيننا في كل لحظة من لحظات. وهنا طبعا التحية موصولة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وإلى سمو ولي عهده الأمين، وإلى هذه الحكومة الرشيدة، وإلى كل من ساهم في نجاح هذه البطولة، البطولة الأميرية، وكأس الأمير الكبير يذهب إلى نادي القادسية الكبير. والقادسية اليوم يحقق البطولة رقم 15، ويصبح هو والعربي في مكان واحد وفي عدد واحد من البطولات. ولكن أنا برجع وعيد وأقول يا شباب يا شباب يا أندية، بالفعل نحن الآن ودعنا موسم طويل وكبير، ونستقبل موسم قادم، موسم في نظام جديد لبطولة الدوري. يجب أن نتعاون جميعا، كلنا نتعاون لنظهر في مستوى طيب، ونبحث الحقيقة لتكون عودة الكرة الكويتية بنشاط الأندية الرياضية ونشاط الهيئات الرياضية وما زال فريق نادي الجهراء الحقيقة يقبل التحية لفريق الجهراء. وهذا دهش حيث هارلت دهش كان مصاب، والتحية والاطمئنان عليه من سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وهذه روح أبوية، روح أبوية كبيرة يا سمو شيخنا الغالي، و استاد نادي الكويت. أنا أرى أمامي الحقيقة هي المقصورة الرئيسية، جانب من المدعوين لهذه المباراة الشيخ خالد فهد الأحمد رئيس نادي القادسية بيستلم كأس
طبعا هديه، هذه هديه الى الشيخ صباح من رئيس نادي القادسيه الشيخ خالد فهد الاحمد رئيس نادي القادسيه، والبناي 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 يقلد صاحب السمو ميداليه ميداليه. اذا هي هذه الروح، الروح الابويه الذي تكون دائما بين سيدي صاحب السمو وابناء الرياضيين، وبالتالي بالفعل كل ما نجده الحقيقه في مثل هذا التواضع الكبير وهذه الروح الطيبه والتآلف الطيب ما بين القائد. وهنا التحيه ايضا موصوله الى سمو ولي العهد، الى سمو ولي العهد الحقيقه الحمد لله على سلامتك، وعدت الينا سالما يا سمو ولي العهد، وكان كأس ولي العهد للقادسيه، واتى كأس صاحب السمو للقادسيه، وهنا جانب من لاعبي فريق نادي القادسيه للتحيه والسلام على سيدي حضره صاحب السمو. وبالتالي ان شاء الله سنكون دائما فخورين فخورين في هذا البلد وقائد هذه البلد. اذا الشيخه فريحه في المقصوره الرئيسيه، وهي طبعا شيخه فريحه قدساويه، وهي طبعا فرحه لفوز القادسيه. بدر المطوع، بدر المطوع، التحيه لبدر المطوع من رئيس مجلس الامه لبدر المطوع. بدر المطوع لقد عدت الى احضانك، والتحيه من ولي العهد لبدر المطوع، والميداليه من بدر المطوع سمو الشيخ نواف الاحمد ولي العهد. شكرا لكم يا شباب، وشكرا لهذه الروح الابويه، وشكرا لهذا الالتقاء الطيب الدائم. دائما اعزائي المشاهدين لنكون اوفياء، اوفياء لهذه البلد، اوفياء لارض هذه البلد، اوفياء لقاده هذه البلد، اوفياء لكل شيء في هذه البلد. فبلدنا العزيز الكويت يبقى دائما في التواصل والروح الطيبة، وتتوالى الميداليات إلى سمو ولي العهد. المقصورة الرئيسية في استاد نادي الكويت، وطبعا ستكون هناك طبعا المقصورة محمد إبراهيم، محمد إبراهيم صاحب كأس صاحب السمو، محمد إبراهيم صاحب كأس سمو ولي العهد، محمد إبراهيم المدرب العملاق اتحاد القدم. ما علينا من قوران، راح قوران يجيبوا محمد إبراهيم، يجيبوا محمد إبراهيم، يجيبوا محمد إبراهيم للمنتخب الوطني القادم. محمد إبراهيم أنا بقولها وأنا مسؤول أعزائي المشاهدين، إنه بالفعل رجل أدى ووفى مع المنتخب الوطني، واليوم أدى ووفى مع نادي القادسية، واليوم هو المدرب الأول محمد إبراهيم. إذن أعزائي المشاهدين المقصورة الرئيسية وأصحاب السمو والسعادة في المقصورة الرئيسية في هذه المباراة. ساعد ندى وبقية اللاعبين، الأمير بروحه العالية والطيبة يتحدث اللاعبين ويهني اللاعبين وسمو ولي العهد.
يتقبل الميداليات. عامر معتوب الإعلامي الكبير شط الحقيقة، وطبعا مشرف الفريق عبد الله الحجان. عبد الله الحجان مشرف الفريق الدائم الحقيقة في مواصلته مع فريق نادي القادسية. محمد بنيان النجم اللامع في نادي القادسية سابقا، وهو الآن المشرف الكروي المساعد لمحمد إبراهيم. وهنا طبعا اللاعب نواف المطيري، وبعده صالح الشيخ، وجميع لاعبي فريق نادي القادسية بالبركة قد ساوية، بالبركة قد ساوية. أصبحتوا أنتوا الآن القادسية 15 مرة، وأصبح العربي 15 مرة، ونلتقي معاكم إذا كان لنا عمر ونصيب في كأس الأمير السادس عشرة، وهذا هو الكأس الأميري لصاحب السمو يحمل الحفيدة بأيدي لاعبي نادي القادسية نواف المطيري وصالح الشيخ وحارس المرمى نواف الخالدي. وسعادة رئيس مجلس الأمة، أعزائي المشاهدين في المقصورة الرئيسية، لقد كلنا نقول أهلا وسهلا بهذه الفرصة الطيبة. هذه صورة تذكارية تحمل بالفعل تحمل أسماء آيات التهاني والتبريكات من سيدي صاحب السمو إلى لاعبي نادي القادسية، وتواجد الشيخ طلال فهد الأحمد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم وزملائه أعضاء مجلس الإدارة. مبروك مبروك في كل مكان مبروك. شكرا يا سيدي صاحب السمو، شكرا يا سمو ولي العهد، شكرا لكم أعزائي المشاهدين، والتواصل معكم إن شاء الله في لقاءات واحتفالات قادمة. نلقاكم إن شاء الله في مناسبة سعيدة. دائما أعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيتي لزميلي طلال الحيدر، وتحيتي لكم محدثكم خالد الحربان من تلفزيون دولة الكويت، قناة سبورت، قناة كويت بلس، القناة الأولى. وإلى أن ألتقي معكم لكم التحية، وإلى اللقاء. Oh.
ساقلوب قد ساوي.